عندما تبدأ الثورات يتقدم الفن بكل أشكاله صفوف المتظاهرين ليعبر وينتقد ويطالب وليقول أحيانا ما لا تقوله الحناجر، لكن الأهم أن هذا الفن الذي يرافق الثورة يؤرخ ويؤرشف للحظات تاريخية يشهد عليها الحجر والبشر معا. فسيفساء ملونة، هكذا بدت جدران ساحتي رياض الصلح والشهداء وكل المباني الممتدة من وإلى الساحتين والمحيطة بهما. شعارات وجرافيتي هنا، رسومات وكاريكاتير هناك، أشكال مختلفة من الفنون انحكت، فهي تحكي عن خواطر وأفكار ومطالب رددها اللبنانيون على مدى أكثر من شهر. الرسم هو صراحة يعني مثل أكتر طريقة كوميونيكيشن، يعني الكل بيفهمها، مش ضروري إنه الواحد يكون لازم يكون مثقف وكل هالأخبار إنه تيفهم إنه رسمة. نحن من أول ما بلشنا عم نقول سلمية سلمية، سو سلمية هي إنه نوقف نقول نحن شو بدنا، السلمية إنه أنا أجي عبر بالرسم لوصل الفكرة. الرسم ما بيروح، بضله بذاكرتنا، يعني أي حدا ممكن يجي هلأ حيشوفها حياخد صورة عندنا براسه. من خلفيات مختلفة، فنانو جرافيتي، طلاب كلية فنون، فنانون تشكيليون، كانت الثورة بالنسبة لهم المفتاح الذي فتح لهم أبواب التعبير بشكل حر عن رأيهم بالطائفية والتبعية للأحزاب والزعماء السياسيين والفساد والمحاسبة وغيرها من المواضيع التي لا يمكن لأي مار من جانبها إلا التوقف عند الإبداع الكبير المجسد على الجدران. عم برسم هون التبعية أو التبعية العامية للأحزاب، التبعية العامية للزعيم اللي خلص عنا نحن، إنه ببراسنا هو قائد لنا ونحن ماشيين تحته. عم نفرجي لبنان كقطعة جبنة، والرات الشرير يلي هو عم يقسمها، عم ياخد كل شيء موجود بالبلد من ريسورسز لكيف كيف 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 عم يقسموا البلد طائفيا مناطقيا، فعم نفرجيها بطريقة شوي كرتون. ولأن الثورة مرأة حضرت بالكثير من الجداريات واللوحات والشعارات. عن جد الثورة بيّنت قدي المرأة مهمة وقوية، مش بس المرأة اللبنانية الحلوة، بالعكس اللي كانت هي بالأول بالصفوف الأمامية. هي هتافات في نهاية المطاف، صرخات بألوان الثائرين قد تبقى حتى بعد انتهاء الثورة، شاهدة على تاريخ مجيد بالنسبة لكل اللبنانيين. ليلى خليل، الغد، بيروت.